مسكينة بينا فاهمين نفسها مسكينة. طيبة. المهم بناتي الله، دابا خرجتها من عند الطبيب. انا دابا راني في الطريق اللي كتطلع الاطلس، جينا للابوراتوار ديال شو سميتو قسوس. احنا عاد وصلنا دابا، ضروري قال لي خصك ديري لها التحليله ديال الحلاقه. المهم داك الشيء راه كتبوا له هنا. شايت مازال الفوق شويه، ماشي هنا باقي الفوق. المهم كتب لها هادو، هما التحليلات اللي غادي ندير لها. دوزت لها عند الدكتور حجاني، معروف خلاص، معروف ديال الدراري الصغار بيدياتر. عندك خلات لها شي حاجه في رجليها، صافي عندك طيح. قلت لكم قالي ضروري خصها التحليله، لان دائما كيجيوها الحلاق من داك الشيء، وقالي انا ما بغيتش نعطيها كاع لونتي بيوتيك وهذا. المهم غادي يدير لها ها هو عندك اريج سير. المهم ندخل ندير لها التحليله، بقات فيا مسكينه بداك الشوكه اللي غيجبدوا لها الدم. الله يلا بقات فيا. يلا زيد زيد مسكينه خدامه كتلعب، ما عارفاش راسها شنو غيتسنى، شنو راه كيتسنى ما عارفاش. ندخل ندير لها التحليله غير يعيطوا لها، اصلا جينا حنايا معطلين حيت عندنا عند الطبيب وداك الشيء. جينا لقينا بعدا كوم ميم خاوي تاخدي طونيك. اوكي ديري شفمك. عاد خرجنا بنات من عند كسوس، المهم ما قدرتش نصوركم داك الساعه حتى شي لحظه، لان الصراحه الكبده ديالي كانت غطير لي مع بنتي، عرفتي شاده ومدوره على وجهها وما نعرف شنو. هانتوما اجيك حزي ماما هكا. حنا دابا راه حنا في السويقه مع مامي، ياكي مع مامي. شوف شنو تما كان، شنو تما كان، شنو عندك هنايا جدينا. او صافي الله يسامح بنتي، ولكن اريج برافو عليها، شو لابسه نونو زوين ياك اريج، لابسه نونو زوين وبنتي زوينه، بنتي برافو عليها. بطيخ بطيخ بطيخون دلاح 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 بطيخ ودلاح. ماما راها كتشري خضيره. جينا للسوق ديال الامام علي. لا ولا ما تقيسيش، شتي هادشي هو اللي كيمرضك، هو انك كتقيسي في داكشي وديري يدك في امك. مطيشه طوماطيش اريز طوماطيش اه بصلة اوه
يا الله انت اختي يعني. يا الله اروجع نصورك. شوف يا نصورك. شكرا الله يرحم الوالدين. يا الله ود الله الخاطر طلع تما. امين لا خطك الله يبارك فيك. او صافي ها واجي نشريو عليه شي حاجه. اجي شوف نشوفو شي حاجه نشريو عليه. اه خيزو ماما نقولو يختار لي هو ولا انتينا كتعرفي تختاري ولا نقولو هو؟ شوف لي شوف لي شوف لي شوف لي انت ماما ناخذ وحده هكا وحده هكا داك النهار خديت انا هادي. يلا دير اجي احنا ناخذ بطيخ. اجي ماما كتاخذ الخضره ديال الكسكس. اه سبعة وسبعين درهم. انا جاية جاتي اجي من هنا من هنا. اجي حبيباتي من هنا ادخلي هنا ادخلي. هما البنات مشيت جبتهم خرجوا لي من بعد ثلاثة ساعات. يلا طلع 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 يلا زيد زيد شو عند الطبيب يقرا لنا تحاليل يشوف شنو فيهم. ديجا عندها ثلاثة ديال اللعيبات ماشي بانوا لي. انا اختي ما كنعرفش نقرا التحاليل مي انا بانوا لي ماشي هما هادوك داك ما بين وما بين ماشي هي هذيك. المهم اشوف شنو غايقول لهم بعد نقول لكم شنو كاين. هيا حجيبه شنو كتسناي؟ شنو كتسناي؟ كتسناي تدخلي عند الدكتور يشوف شنو غايقول لك؟ كتسناو النوبه يدير لك هكا باش يشوف حلاقم. بعد شاف حلاقم اليوم غايشوف التحاليل. لا وصافي زولي يديك دير لهم بيزو دير لهم بيزو. الغزالات ديالي المهم عرفتي شنو هاد النهار ماما دارت لنا كسكس تغدينا كسكسو. ايوما نقول لكمش البنات طحنا واحد الطيحه طخنا كاملين وحق الله العظيم وغديرها بالبكري ما فهمتش. المهم والله العظيم كاملين طخنا ضربناها بواحد لالتي مولاتي نعسة تالي نضنا عاد مشينا اللي مشى دوش اللي مشى دوش اللي مشى لبس هو هذاك واللي مشى قاده هو هذاك. ايوا دابا يا لالا لقيتوني يلاه حطيت الطوموبيل هنايا في الباركينغ ورحنا ماشيين. ماكدونالد امامي ماكدونالد ياكي؟ لا ماما لابو وين لابو وين؟ ماما هاي جديدة هاي جديدة هاي جديدة. لا انا اجيو من هنا اجيو من هنا ما تلفيش اجيو غير من هنا ماشي جي الطوموبيلات باكغاف باكغاف باكغاف. المهم طلعنا لماكدونالد اللي كاين في طريق موزال هو اللي طلعنا له مشيناش لهذاك اللي في لافيات في لافيت. جينا لهذا ديال طريق موزال اصلا ما عمرهم وما جلسوا في هذا ماكدو. كنا جينا خدينا داك الشيء غير في الدرايف اون بورتي كنا مسافرين ما عمرنا زعما دخلنا جلسنا فيه وهذا اول مره غادي ندخلو نجلسو فيه. ماما ما بغاتش تخرج معاه قالتنا غير خليوني حتى اختي ما بغاتش تخرج قالتنا غير خليوني. ولكن انا بناتي موعدهم انني غنجيبهم ماكدونالد كنت غنجيبهم من بعد تاع اريج مرضات لي وداك الشيء صافي ما جيناش. كاين الريح الريح ديال المزر كيسوط هنايا. هلينا كنغفل ياك كنغفل اجي معايا من لي بعدا اجي نشوف واش حالين بلاصه ديال واش حالين حالين حالين. يلا سيروا. لا علاش علاش كتقولي لا لا غير سيري سير خليها مسكينه تفوج
صافي اجي اجي ناخذ لك دجاج ياكي تشيكن تشيكن ضروري نتينا تشيز نتينا تشيز ماما حيدي الصنداله طلعي زين بعندك خيتك صافي انا غنمشي كوموندي من تجي الماكله غادي نعيط لكم يلا زولي الصنداله بحال لا ضروري بحال بحال مروه زولي الصنداله يلا هيا زين بدك تزول لك سير مروه فينك كوكو يلا سير بدك كتصف زينب كتصف صنادل يلا سير يلا حنان الماكله زوين صراحه جاني حسن من وعيني جاني حسن من لاخور يلا جاني حسن من ماكدونالد اللي كاين تحت هذا في لافيات حيت هذاك ما عرفتش واش حالين والينا ولا ما حالينوش بلاصه ديال اللعب حلوها ديال لافيات حلوها حيت كانوا نورمالمون شادينا ايوا المهم ولكن هذا الصراحه مزيون مصوب مزيون قادر كلشي حنا جينا شفنا وجلسنا فيه بنات بقاو كيلعبوا دابا راهم صافي قلت لهم يلا باش نمشيو بحالاتنا حيت جاو كلاو ايوا صافي هذيك عاود مشاو لعبوا ايوا ودابا ان شاء الله غادي نتحركوا وباقي عامر والله الا عامر واخا زعما طريق مزار وبعيد وهذا تبارك الله ما شاء الله عامر شوفوا عندي بعد راه شوفوا الداخل عرفتي مطرطق ما شاء الله ايوا صافي هذيك دابا نمشيو نهبطو للدار اوه نشوف شنو لقيت يا ربي يا ربي أشنتينا شنو لقيتي حلي لا نفسهم دايرين نفس الوضع صار ما فيهاش لعيبه منين تتعلق بحال 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 زيون شوفي هاك هاك كتاخذ بالشنوت وعلاش علاش علاش هاري 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 هاك مجنونه من اللي حطات يلا خليكم معايا دخلنا البنات المرجان هانتوما شوفوا المهم الجهه بعدا في الدخله دايرين غير الادوات المدرسيه هنا كاين الكولون 29 درهم هانتوما كاينين كولونات اشكالا وانواعا شتيو هادو دايرين 39 درهم حتى هادو 39 درهم 29 درهم 39 درهم هذا بحال اريج عندها بودي بحال كاينين هادو هادو شورطات 49 درهم هذا كولون 99 درهم هذا شورت 69 درهم كاين جين كاين هكا غوز صفر 69 درهم كاين هكا كاين هادو تما 69 درهم كاين هذا 49 درهم دابا حيت صافي بدا كيخرج الصيف ولاو كيلي كيديو هانتوما شوفوا شورطات ب 69 درهم ديال الدراري 12 عام فنين هانتوما هنا دايرين هادو جوج بوديات ماما ماما ها هما شوفيهم شتو ويمكنين بزاف اجيو اجيو ويمكنين بزاف بزاف تبارك الله الحوايج زعما ديال الكبار وديال الصغار عيالات رجال الحمد لله هانا هانا اج
ماما أمورة وحلوة وكتكوتة ده حبيبتي أجمل بنوتة ثم صنادل 69 59 49 هادو 29 شو هادو ثم فنين دارين 49 20 عرفتي بنات كنحس براسي عييت ديال بصح لان ما نعساش البارح لي مزيان مع اريج وفيقه بكري باش ديتها عاوتاني باش ديتها عاوتاني هزينا التحاليل وديتها عاوتاني للطبيب المهم حاسه براسي فات فيديو قلت لهم يلا ولا خرجوا صافي هانتوما كيتشاوروش زعما واش ماما واش ممكن انك تشري لنا شي حاجه ماما واش هزا معاك فلوس تشري لنا شي حاجه كيمشيو يديروا شرع يديهم كيمشيو يهزوا زعما هانتوما ضامنين راسهم بانهم غايشريو هانتوما ثلاثة دراهم ما كايناش درهم ولا درهم ونص ولا 10 دريال ما كايناش كاينه 3 دراهم شي لي اميكه ديال 3 دراهم شنو الاخرى شنو شاريه ها 3 دراهم انا ديال اوريو الو المهم غزالات ديالي حنا دابا دخلنا للدار من بعد ما خرجنا وداك الشيء صافي جينا للدار غتبغي تسولوني على الي شنو قال لها الطبيب المهم اصلا في الصباح مديت لكمش يعني وعاودت لكم داك الشيء بلا ديتاي هزيتها ديتها للطبيب دابا غادي نقول لكم شنو كاين دونك انا عندي اريج ومروه اشاك فوا كيمرضوا لي كيمرضوا لي بالحلاقم كيجيهم الحلاقم حتى ثلاثة د المرات في الشهر يعني يلاه كيبراو منهم عاودو كيوليو كيبراو منهم هكا واحد الخمس ايام ولا سيمانه كاع ويوليو عاوتاني يجيو يعني مدقدقينهم ديال بصح عندكم مروه عندكم اريج يلاه وحده كتبرا وحده كطيح وحده كتبرا وحده كطيح المهم دايرين النوبه كنت كنا مره كنقول راه خاصني نديهم عند البيديات خاصني نديهم صافي هي هذيك انا الصراحه متبعه لهم عند السقلي هنايا في فاس متبعه لهم عند السقلي ولكن السقلي ما بقاش داكشي شنو سمعت بيه السقلي ما بقاش صراحه ما مشيتش لعندو انما سمعتو ما بقاش من عند خاه اللي كاين في الدكتور احمد كنظن اللي كاين في كلينيك الشامي قرويين ايوا هي هذيك المهم في طريقه اللي ماما عرفتي فين ديه هي واختي ديه عند الحجاني اصلا حتى هو معروف هنا عندنا في فاس بيديات خواعر زوين كانوا كيمشيو له ولاد اختي صغارين المهم معروف حتى هو عندنا هنايا في فاس صافي هي هذيك هزيتها ديتها على اساس باش يشوف لها الحلاقم علاش عندها هذا المشكل علاش دائما كيجيوها واش واش فيروس واش ميكروب علاش المهم كيجيوها واصلا راكم كتعرفوا ملي كيبقاو كيجيو بزاف المشكله ديال الحلاقم راه عنده تاثير على القلب راكم عارفين عندهم علاقه ايوا صافي هذيك مشيت ديتها كيف ما شفتوا معايا في الصباح ما بديت لكمش كي قلت لكم هذا السخانه كتولول بها وشو سميتو والحلاقم عندها فيهم ابسي يعني ضروري خاصها شميعات ديال دوليبران وخاصها انتيبيوتيك نورمالمون المهم هزيتها مشيت ديتها للطبيب قلبها كامله مهم فلاها قلبها كامله كلشي صافي وعطاني ندير لها ثلاثه ديال التحليلات راه كنت وريتهم لكم اريج المهم راكم شتو ديال داك التحليلات هو عارف شنو عطاها ايوا يا لالا وصافي هي هذيك خرجوا التحليلات مشيت رديتهم له شافهم دونك لقى عندها ميكرو هو اللي عندها تما الحمد لله ما كاينش شي مشكل بعدا ديال القلب ولا هذا عندها ميكرو السخانه ما ولاتش طلعت لها السخانه
السخانه ما ولاتش طلعت لها. دونك باش انا رجعت عنده قلت له راه شنو كاين واشنو كاين، اري سكتي. فاش قلت له راه شنو كاين واشنو كاين، هو يقول لي نورمالمون كان غادي يدير يعطيها انتيبيوتيك. هو فاش قلت له راه السخانه ما ولاتش طلعت لها، هو قال لي صافي خليها كت داك المناعه ديالها خليها تقاوم داك الميكروب اللي عندها في حلقها. ايوا صافي هادشي ما كاين الحمد لله، لحد الان ما طلعت لها لا سخانه لا حتى شي حاجه. قال لي الا طلعت لها سخانه جيبيها لي غدا، الا ما طلعتش السخانه غدا جيبيها لي بعد غدا، اذا ما طلعت لها من هذا جيبيها لي بعد. المهم وقت ما طلعت لها السخانه غادي نرجعها. الحمد لله راني شتها بخير، ناضت تحركات، هذا راه كتقاوم بوحديتها. ايوا هادشي ما كاين الغزات ديالي. يعني فاش انا مشيت هضرت معاه وداكشي حيت شحال وانا كنهضر معاه، قال لي يعني ضروري ما نعطيوش دائما لونتيبيوتيك، يعني ماشي ضروري ان الواحد ياخذ لونتيبيوتيك. بحال مروه ملي كانت كطيح لي مريضه بالحلاقه كنت كنديها للطبيب ملي كنكون هكا في الناظور، سورتو ملي كنكون ما عنديش كيف ندير كنديها غير للطبيب تما المستوصف ديال الحومه كيعطيوها اموكسيلين. ودابا قلتها له قلت له راه شنو، قال لي راه قال لي اموكسيلين ما كيتعطاش اول حاجه للدراري الصغار، لان ملي غادي تكبر شنو غتاخذ، يعني ما شي حاجه اللي غادي تبرين هذاك الشيء غتلقى الدات ديالها تعودات عليه، يعني شنو غادي تاخذ هذاك الشيء كياخذو. قال لي ماشي الدراري الصغار، والدراري الصغار خصهم يقاوموا. تبارك الله ما شاء الله عندي زينب لا ما شاء الله عليها، ملي كتمرض لي بالحلاقه مولا هذا كنعطيها داك الشيء لبلدي كتصبر عليه، يعني الا عطيتها العسل الدغموز مع الحامض ولا الثوم محكوكه فيهم، ولا السعلامي كندير لها هكا شي بيضه مسلوقه مرمده بسكين جبير، يعني كتاخذ داك الشيء اللي كيكون هكا بلدي كتصبر وكتاكلو وكدير لاباس على داك الشيء بلا دواء بلا والو. عندي مروه وعندي اريج بصفه نهائيه ما يدوقولكش شي حاجه د البلدي اصلا الدواء. يلاه مروه بدات كتاخذو بالسيف، شحال هذه كنت كنعطي لها ولكن كنعطي لها بالعذاب. يلاه بدات كتاخذو. عندي اريج الى يعني العذاب الاليم باش تاخذ الدواء، كتبقى تقول لك لا ولا حاشاكم كترضلي، وكتبقى ثاني معمره داك السيرانك وعاود دايرها لا عاود ترضلي. المهم كتعذبني بزاف. عندي مشكله ديال الدواء مع اريج، مع اصلا هي ما كتاكليش الماكله بحال هذاك الشيء كتعيفو اللي هذا اللي كتشربوه هو الحليب. وهضرت معها على الحليب، قال لي ما تبقايش تعطيها شو سميتو كرواسونس بليدينا، قال لي ما تبقايش تعطيها كرواسونس بزاف لان هذاك كرواسونس كيقهمهم. قال لي بالنسبه هي راه مزيانه فاش قلبها وكلشي، قال لي راه مزيان حتى التحاليل فاش شد حيت عطاها هاد المناعه وداكشي، قال لي راه داكشي مزيان وكلشي سيري لها. وشو سميتو قال لي غير قال لي اللي ما كيخليهاش انها تاكل زعما الحليب هو اللي ما كيخليهاش، حيت بحال كيقهمها. قال لي عطيها غير الحليب عادي كامل الدسم هو اللي عطي لها، هذاك غادي تشربو وغتحس بالجوع غتقلب على ما تاكل. الاخر قال لي زوين ماشي ما زوينش وفيه كلشي ولكن كيقهمهم، هذا هو السبب اللي كيخليها انها ما قلت له راه كيعجبها. قال لي ما انا ما قلتلكش ما تعطيلهاش، شري لها عطي لها تشربو ولكن ما تعطيلهاش بكثره، تخلي لها الحليب العادي، عطي لها غير في الوقيته اللي غتكون هي باغا مشهيه عطي لها، يعني ما تعطيلهاش كل وقت. ايوا هادشي ما كاين الغزات ديالي. ها انا قلت لكم دابا الدراري صغار ملي كيمرضوا راه حتى حنا كنمرضوا معاهم، كيقولوا واحد المثله مغربيه تيقول لك حطيها تيقول لك هادي هنا خدمات شتي خدمتها، وكيقول لك ما بياش ولدي يمرض لي بيا طبيعته ولا تمشي تفسد لومو، يمشي حاجه كي بحال هكا ما بياش ولدي يمرض لي بيا طبيعته ولا تمشي حيت فريمون مي كيمرضوا كيمرضونا معاهم حنايا، كتقولي اللهم نمرضوا حنايا وكنقاوموا ونوقفوا وهما كيبقاو عاديين حسن ما يمرضوا هما، ما كتعرفي واش فيهم حريق واش هذا فايقه معاهم سهره معاهم. اي والله يدير شي تاويل ديال الخير هادشي اللي كاين. المهم الحمد لله زالت لي هي من الطريق، دوزت لها الحمد لله عرفت طبعا الحمد لله كلشي شنو فيها. ايوا صافي غزال ديالي وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديالي يمثل الاعجاب ديالكم.
عاودت انا ناخذ مقتطفات من هذا النهار وصافي. تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. ما تنساونيش من لايكاتكم وخليو لي كومونتيراتكم الزوينه. تهلاو فراسكم، تصبحوا على خير. باي باي.